السلام عليكم. كيقرب رمضان وكيجوني العديد من الأسئلة على لا فيسيل اللي درت العام اللي فات، وقلت أجي نمشي للبريكوما وكذلك مرجان وناخد الأسمنة وناخد فكرة ونبارطاجيها معكم باش تعود الفائدة، واللي بغات تعرف الأسمنة قبل ما تخرج وتقلب. المهم أنا جبتها ليكم تال عندكم، هما الأسمنة صراحة كيبانو ليا طالعين على الاعوام اللي فاتوا. واخا كيكون تخفيض كيبان لك راه دايرين تخفيض، ولكن انا كان كيجيني بلي ملي كيقرب رمضان كيزيد الثمن، حيت في رمضان كيقرب ماشي قرب كيقرب، وانما كيولي واحد الاقبال كبير عليهم بحال كيما في العيد الكبير كيولي الماكينه كبير على الفيكوات تاخذو. راه ما تقارنوش غير الاثمنه بوحدها وتشوف على حسب البيجي ديالك. دائما كيكونوا دي كريتير اللي كتمشي عليهم، بحال الكوفير كاين 13 14 15 16، هذا الكبر ديال الماكينه. الكبر ديال الماكينه بحال الثلاجه كتشوفي فيها شحال ديال لتروات، وما راه كيبان لك الفصاله ديالهم راه قد، ولكن الداخل ديالهم كيكونوا بحال دوك السنينات ولا لاعبين فيهم باش كيهزوا اكبر عدد من الماعن، خاصه الطباسل. وهذا المهم، هاد القضيه تشوفوها. وكذلك اللي كتحكم في الثمن حتى هي واش ا بلس ا دو بلس ا 3 بلس. وكما كنت شرحت لكم على لي بلس، هذه يعني اقتصاديه، كتكون اقتصاديه في الدو، ما كتاكلش قد ما تزادوا لي بلس قد ما هي كتغلى قد ما كتنقص الاستهلاك ديال الضو. كما كتعرفوا لا فيسيل كتحتاج الماء طيب طيب بزاف، كتكون 60 درجه فما فوق. ولي بروغرام ملي كيقلالو كيقلال الثمن، ملي كيتزادو كيتزاد الثمن. وبالنسبه لي انا اللي كتجربتي بلا ما تبقى تشوف البروغرامات بزاف، حيت بالنسبة لي أنا كنستعمل غير بروغرام واحد، كنستعمل نقول تقريبا جوج، واحد ديال 15 مينوت. أنا عندي أرتيغ مغطى ديال 15 مينوت، هاديك رشاشة مثلا ما يعني لا خليتيهم في الماكينة وما دورتيهم حتى الغد ولا شي حاجة، وكرم فيهم الوسخ ديالي بحال كترطب كترش كترطب، هاديك اللي كنستعملها. ماشي كنستعملها ديما حيت الا غسلتهم كنغسلهم هذيك الساعه كيكونوا باقي مرطابين. وكنستعمل البروغرام ايكونوميك، عندي في اكتيغ مغطى كاين 30 دقيقه نص ساعه هي اللي كنستعملها، وصافي كيخرجوا لي الماعن المغسولين. اما لي بروغرام اخرين راه بزاف، راه كتكون 3 تسويع وربع تسويع فما فوق، ما يمكنش تاخدي دير غديريها هاد المده كامله، ولا كاين حتى كثر قلت لكم من 3 تسويع وربع تسويع. بحال الطناجر مد السنين، بروغرام خاص غير بالزاج، بروغرام خاص غير بالبديع، بحال هكا شي حاجه. انا كندير ايكونوميك وكنشرك كامل كلشي داكشي في نص ساعه. الا درتي شي لاخر ولا درتي البروغرامات الاخرين هادو ردوا ليهم البال ملي كتبغيو تاخذوا تشريو الماكينه ديالكم بالنسبه للثمن. قلت لكم قد ما طلعوا لي بليس قد ما غلات، وقد ما تزادوا لي بروغرام قد ما غلاو. وبالنسبه لينا البروغرام غير مهمين، كتشوفوا غاديك الايكونوميك ولا شي حاجه، وقد ما كان الكبر قد ما كتغلى بحال. وكنصحكم انا دائما خذوا الكبر، تاخذوا 15 16، انا عندي يمكن 14 وما عرفتش 14 ولا 15 ولا ما بقيت عارف، غالبا تكون 14 ولكن قاضيه الغرض. المهم ما تاخذوش ما قل باش تجمعوا فيه المعينات ديالكم ديال النهار كامل، وكديروا البروغرام ديالكم وكتخليوها خدامه. سمحوا لي طولت عليكم الهضره، ولكن راه ماشي اي هضره، هادشي كله مفيد وكاينين معلومات اكثر حتى الفيديو اخر ان شاء الله، ونشاركهم معكم. دابا غنخليكم مع الجوله، غندير لكم جوله في الكترو بلانيت وجوله في مرجان، غندير لكم فيديو واحد. المهم اللي شاف القناه ديالي اول مره كنقول ليه دعمني بالاشتراك ديالو في القناه، يشرفني بالانضمام ديالو. واللي بغى شي تساؤل يخلي ليا في كومونتير، انا غنجاوب ان شاء الله، نجاوب كلشي وكنقرا لي كومونتير كاملين.
باش تضغطوا على الجرس اللي كيكون بالاحمر باش الا حطيت شي فيديو اخر على لا فيسيل او لا معلومه اخرى توصلكم نتوما الاولين. يلا مع السلامه. هذه بيكو ارخص وحده في لا فيسيل كما كتشوفوها هما لي كريتير ديالها. فيها عامين ديال الثمانه صغيره شويه 13 كوفير ا 2 بلس اقتصاديه وفي النوار 72. هذه حتى هي بيكو غير هي في الكري الثمن ديالها 76 حتى هي ا 2 بلس اينوكس و 13 كوفير يعني قد قد الاخرى وعامين ديال الضمانه كذلك. هذه لا مارك بوش ومن لا يعرفوها الثمن قول 5000 درهم تيخليو لينا واحد درهم باش نشريو بها الزريعه وقيله. بالنسبه للمواصفات ديالها 10 كوفير صغيره ا بلس اينوكس وعامين ديال الضمانه. هادشي قيدو في الكتاب باش في الاخر ديروا مقارنه بيناتهم. بالنسبه لي بروغرام كما قلت لكم المهم انا ما كنعطيهمش اهميه كتستعمل غير جوج هادوك مهمين وتشوفوا واحد البروغرام زايد ديال غادي نوريه لكم المهم ديال الباب كيتفتح اوتوماتيكمون باش البخار يخرج ما يضببش الماعن في حاله مثلا بلا ما ترجعي ليها خاصك تبقاي حاضيها درتي نص ساعه خاصك تحطي نص ساعه انفو ساله سالت خاصك تحلي الباب دوك اللي ما كيكونوش اوتوماتيك تحلي الباب باش البخار يخرج. بطبيعه الحال حنا عندنا اشغال اخرى كثيره ما غاديش نبقاو حاضينها ولا كديريها في الليل تمشي تنعسي فهي كتحل الباب بوحدها وكتخرج البخار ديالها. كاين واحد البروغرام اخر حتى هو بان ليا مهم نوعا ما حيت حنا ما غاديش نقدروا نديروا غير معينات قلال ولكن كل واحد الاستعمالات ديالو لافيسال. كان وراني السيد المسؤول تما واحد البروغرام ديال دايرين فيها واحد على جوج يعني نص بحال مثلا عمرتي غير الشبكه التحتانيه تقدري تخدمي غير الفرفالات ديال التحتانيه بلا ما تخدمي الفرفالات ديال الفوق تغسل لك غير المواعن ديال التحت هكا قال لي كتكون اقتصاديه في الماء وفي الضوء اكثر. بالنسبه لي انا ما عمرني عمرتي غير النص وخدمتها على نص خاصنا ضروري نعمروها ونشارجيوها وعد هذيك الساعه نديروها في النهار ديالنا تجمعينا المعنات كاملين. كنتمنى وانا كنتكلم معكم تكونوا كتشوفوا الاسمنه اللي جا الفيديو مسرع او لا بطيء حيت بطئتو في شي اماكن وخليتو عادي في بلايص اخرى. راه كاينه واحد لوبسيون في الريغلاج في دايرها اليوتيوب في الفيديوهات كتقدري تسرعي الفيديو الا بغيتي تسرع ولا كتبطئيه باش تشوفي الاسمنه على خاطرك وتشوفي الماركه على خاطرك. وكما قلت لكم قيدوا ديروا ورقه وستيلو وبالصحه والراحه اللي باغا تشريها واللي كتحلم تشريها وما عندهاش باش الله يجيب ليها الرزق. الرزق راه كيكون من عند الله. يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه ونكونوا لا فاقدين ولا مفقودين. Thank you.
هذه فيها دومي شارج، يعني مثلا ما تبقى ما كونسوميو ملي كونسوميو ملي كنخدموا ب بروغرام هما هاد كاندي بانت ليا فيها الكريتير كلهم لي زوينين بحال A3 بلس، كتخدم بالواي فاي، الباب كيتحل بوحدو، سمارت دور و 16 كوفير يعني كبيرة، عامين ديال الكارانتي، والثمن 5699 درهم. فيها 12 بروغرام وفيها تخوازيام باني، حيت الأغلبية كيكون فيهم غير دو باني، دوك دو لي جوج ديال لي زيتاجيغ لي كيكونو كنحطو فيهم المواعن. المهم الفوق الفوق كيديروا واحد ثوازيام باني ماشي فيهم كاملين، حسب المعالق والفورشيطات والماس. هاد كاندي اللي كتشوفوا دابا الثمن ديالها ناقص كما لاحظتوا 4099 درهم 82000، ولكن راه ناقصه في ناقصه شحال من حاجه، بحال لي كوفير فيها 15، لي بلوس عندها ا دو بلوس ما عندهاش. كما كتشوفوا هذه معرضاش رقيقه بالنسبه للناس اللي مثلا اللي ساكنين في اقتصادي ولا ما عندهمش مساحه كبيره في الكوزينه، يقدروا يستعملوا هذه. فيها 9 ديال الكوفير، هي صغيره صراحه، فيها عام ديال الكارانتي و ابيوس، ثمن 5000 درهم.